السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نعطوكم سبب إلغاء الوزير الشبيبة والرياضة، إلغاء قوانين ما كانوش دايرينهم، كانوا موجدينهم، حطوهم كما نقولوا احنا ملفات، حطوهم عند وزير الشباب والرياضه. خرج قرار، هو قرار شوق اصلا، خرج هذا القرار اصلا الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، خرج ضد هذا الطيوش، وخرج ضد هذاك هبوله، هذاك تاع الطار، ذاك هبوله تاع الطار، خرج لهم هذو زوج، هذو القوانين خرج عليهم. ونعطيكم بند واحد برك، كانوا رايحين يلغوا الفريق تاع الفلان وهو خط احمر. هذو الناس الفريق الوطني، المنتخب الوطني الاول اللي اسس الفريق، المنتخب الوطني الجزائري، وهو الفريق تاع الفلان، السعيد عماره وراشد مخلوفي وكلش، راحوا كانوا حاطين باش يلغوهم، باش ما يوليش يجوا يحضروا، زعما كيما نقولوا حنايا الممثل تاعهم ما يحضرش. كانوا رايحين يلغوا فانيك، ما يولوش يحضروا ضدهم، وهي رؤساء الاتحاديات السابقين منهم السيد الحاج محمد راوراوا، كانوا رايحين يديروا قانون وهو ضد، وكما نقولوا احنا جماعه تاع ولي تصادي اللي بيترشحوا، اللي بيترشحوا بغى هو يدير مرشحين، بغى هو لعاب حميده لعاب حميده رشام حميده، يعني نقول كي بغاو يديروها، بغاو يديروا محسوب يجيب 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 حوت، هو يجيبهم زاد كي بغا هو يتكفل بترشيح ناس، هو يرشح ناس، يرشح ناس، هو زعما كيدير خمسه ولا سته يترشحوا، بصح هو غادي يطلع غير واحد، زعما كيديرها نزيهه، يديرها نزيهه، محسوب حنا غادي نشوفوا نقولوا والله لا نزيهه، اول مره فوت فات نازيه، يدخل لي كاميرا الناس منا، واحد يزقي مليا، واحد يزقي مليا، واحد شي باغي نازيها، يدير الهيلالا، يدير العرس، المندبه كبيره والميت فار، بغى يدير المندبه كبيره والميت فار، طلع منا 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 منا، ذاك بهلول يعطي في العريضه تاعو، الناس مليا تعطي في العريضه، في البرامج تاعهم كانوا موجدهم خمسه ولا سته تاع الرؤساء تاع الناس باي يترشحوا، ويبلع على جماعه تاع ولي تصادي تاع صفاوت عن طريق يحيى، يعني باش يبلع اللعب، باش يمسح كاع اش راه داير، تما هو يدير، هو بغى يدير، هو بغى يدير، باش يكون على بالكم جماعه، بغى يوخر جماعه تاع الفلان يقصيهم من الاتحاديه الجزائريه، وبغى يقصي رؤساء الاتحاديات السابقين، هو به الحاج، هو ما بيش رؤساء الاتحاديات السابقين معنا، هو به غير الحاج برك، وبه ولي تصادي وجماعه التصاوت وجماعه، هذه هي، هذه اللي به هو، ماشي به حاجه واحده اخرى، هذه هذا بسبب هذه خرج له الغاء كل قوانين، قوانين قالوا كاع القوانين، هيا كاع ضروا كاع كاع القوانين، خاصتش على ولا يحوس يلعب الشامبيونا ويطلع ناس اللي يمشوا معاه ويهود ناس اللي ما يمشوش معاه، وكيما نقولوا حنايا يوجد الانتخابات، كان يوجد الانتخابات ويطلعوا يديرها هو، هو شوف كان يحوس الجمعيه العامه هذه اللي نورمالمون تندار في 2020، كان يحوس يديرها في 2021 في مارس، ويزيد عام باطل حتى 2022، هو هذه كان يحوس عليها، هو هذه كان يخمم عليها كيما هكا، بصح ما كاش برناوي يا زتي، لازم تفهم، ما كان لا الهادي ود علي، ما كان حداد بالتليفون يعيط، ما كان برناوي يخرج يقول لهم زتي شرعي وزتي خدام وزتي، ما كاش هذا الوزير اللي جات تسمعي كيما هكا، الغاء قوانين تاعكم، قوانين تاع الرسوم المتحركه الغاء، هذه هي، هذه الحقيقه، كاش اللي يجي يكذب عليكم، راني نعطيكم في الرسمي، كانوا القوانين مازال الغاء قوانين اللي خرجوا كيما نقولوا حنايا تاع اللي داروها في ورق، القانون اللي داروه في ورق، غير شرعي، هاراي وراي تاع الطاس، المحكمه تاع الطاس دوموندات مكاشي ملف،
ميلف ما كاش قالت لهم عطوني بالفيديو عطوني الملف وبالفيديو باللي مصادقين على هذه اللعبه اللي غبي يديروها هذا الشو تغيير الشامبيونا في كار اصنع. قالت لهم عطوني وبالفيديو ما كاش. زاد تيهرب بيهبود ما كاش هشام بيهبود هذاك مكا عبود انا نقول مكاشي مكاش ناس مكاش ناس هادو هاك تشوف كيفاش بعد يجي يقول لك يا ودي ما خلاوناش نخدموا الغاء قانون وين بهلول راه يحوس ينوض تاع الصحراء يحوس ينوض ناس يدير بلبله هذا الخبيث هذا يحوس يدير بلبله للوزير الشباب والرياضة حوس يعرقل السير الحسن للوزير الشباب والرياضة هذه باش يكون على بالكم حيت كان موجد روح ولا يقول لهم كي انا كي زتي غادي تقعدوا نتوما وانا نقعد في الاتحادية وتخدموا كيما راكم تخدموا كيما قعدوا تخدموا هاك شو بغا يقلع لا حشمه شو دراري هذا هاك شو دراري هذا المهابيل هذو دراري هذا لا حشمه لا والو بغا يقصي تاع ليكيب تاع لافالان تاع الثوره تاع رشيد مخلوف وسعيد عماره وزيتوني الناس اللي ماتت الناس يا زتي مي بغيت تقلع تاع لافالان شوف الزيتوني كوشه الزيتوني اي زيتوني برك كوشه رشيد مخلوف كوشه سعيد عماره كوشه الناس اللي ماتوا مساكين هذاك بول لحية هذاك ماعوش هذاك هرب كانوا دايرينو فماك اهرب قال لهم انا مانيش خاين انايا باش نخون بلادي قال لهم راكم في الطريق مسدود قال لهم غادي تلاقاو بطريق مبلعه قالها لهم العام اللي فات مي جابو كوب دافريك وجابو عيطوا له مع سادارو قال لهم يا ودي راكم في طريق مسدود ما راكمش تمشوا راكم حابسين قال لهم نتوما راكم تبالكم تمشوا بصح راكم حابسين قال لهم راكم في طريق مسدود وهرب مسكين حط استقاله تاعو واخا وما بغاو يوخروه كاع حتى هذاك ماعوش هو كان ممثل تاع المنتخب تاع لافالان بغاو يوخروهم كاع لا حشمه لا حياه نورمال بغاو يقلعوهم كاع يقصوهم ما يولوش يجوا لصاي يقلعوهم كاع نهائيا بغاو يقلعو رؤساء اتحاديات السابقين بغاو يقلعهم كاع ويخلي غير صحابو رؤساء نوادي غير صحابو حبابو هكا بيناتهم وكلشي لي كوميرسون كيما هو لي كوميرسون كيما ولي يدوا لي السلعه يدوروا له السلعه لي بروجي صوالح بغا يخلو غير بعضهم بعض راك تشوف كيفاش ها السينما هذه هي السينما هذه هي ربي راه يخلص فيه ما يحشموا مكبر ما يحشموا الناس اللي ضحاو من اجل المنتخب باش صنعوا منتخب وطني في السيكونتويت الناس ضحات وصنعت منتخب وطني يجي بوبيه كيما ذا يقلع لك انت يقلع لك رجاله اللي ضحات رجاله ضحات ضحاو بالمستقبل تاعهم سمحوا في الشهره سمحوا في كلش زيتوني ماوش الاخر رشيد مخلوفي هذو كانوا رايحين يلعبوا كوب دي مون تاع 58 داروا فوضى داروا هزوا العالم من هربوا خلاو ليكيب تاع فرنسا هزوا العالم ومن بعد يجي واحد كيما زاتي بهلول يجي يبغي يوخر هاد الرجاله يبغي يمحيهم من التاريخ بغا يمحي بصح كاين رجال راني نقول لكم وزير الشباب والرياضه على بالك قسمه 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 في النص ونوجه نقول وزير الشباب والرياضه احترز من ذاك بهلول راه يعيط الرؤساء الرابطات وراه يدير في ضغوطات انا نقولها لخويا مليح زومين الاول هذا زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنه الولائية تاع الاستثمار اللي رأسها يعني باش هكذا ولكني نبينوا له الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في دير زاد شي يدي 1000 قطار لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في دير زاد شي يدي 1000 قطار زاد شي يدي 1000 قطار يدي 1000 هكتار في الرشايقة في المنطقة اللي تتسمى الرشة وأم الزبوج الرشة وأم الزبوج الرشايقة هذه
يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا، وخيرات ربي هاهم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.